ايه الرجيم اللي ممكن اتبعه بعد الولاده لان وزني زاد جدا خلال فتره الحمل؟ طبعا دي من الاسئله الشائعه جدا جدا، وناس كتير للاسف لما بيمشوا فتره الحمل بشكل غلط. يعني ايه بشكل غلط؟ يعني بياكلوا نشويات كتير، بياكلوا حلويات كتير، وللاسف للاسف بصوا الحمل انا عارفه كويس قوي انه مش سهل على كل ست. في ستات فعلا ما بتقدرش، يعني مجرد الحمل جوع مستمر وبتحس انها لازم تاكل وهبوط وتعب واحساس بالترجيع وحاجات كتيره جدا. بس المشكله ان مش كل ست بتبقى عارفه بقى في الفتره دي تاكل ايه صح علشان ما تزيدش في الوزن. سهله قوي زياده الوزن، سهله قوي انها تمشي ورا احساسها وتاكل كل حاجه غلط. فمهم قوي ان احنا نتعلم ان احنا في فتره الحمل نركز على ان احنا نقلل النشويات، ما ناكلش نشويات كتير، ولو هناكل نشويات ناكلها النوعيه الكويسه اللي مش بتعلي معانا سكر الدم ومش بتخن معانا البيبي على الفاضي وبتخننا احنا على الفاضي. لو عرفنا المعلومات دي هنلاقي نفسنا طول الحمل زياده الوزن بتكون معقوله. طيب الناس بقى اللي لا اللي زادت للاسف بشكل رهيب، ده في ناس بتزيد بال 40 كيلو واوزان رهيبه جدا وبتفضل بيها بقى للاسف بعد الولاده بتتعاني معاناه شديده عشان تنزلها. وكمان البيبي بيزيد في الوزن، يعني مش بس الام لا كمان البيبي وبينزل، ولو الولاده طبيعيه بتبقى مشكله كبيره قوي بقى عشان حجم البيبي لما بيكون كبير. عشان كده دايما كل ما خلينا بالنا على وزننا في الحمل البيبي هينزل وزنه بشكل طبيعي، فلما تكون الولادة كمان طبيعية ما تعملش بقى مشاكل في الولادة خالص، وبالتالي برضو البيبي هيطلع طبيعي لأن الخلايا اللي بتتكون في البيبي وهو لسه في بطن أمه هي دي اللي بتفضل معاه. يعني إحنا كده يعني بنتدخل في حتة البيبي بيطلع بعد كده عنده زيادة وزن ولا لا. طبعا فيها جيناتكس وحاجات كتير، بس زيادة الأكل أثناء الحمل بتسبب ده وبتساعد على ده جدا، وبعد كده برضو لغاية سن معين البيبي بيفضل أو الطفل بيفضل يكون في الخلايا الخلايا الخلايا. فنخلي بالنا من البداية من أول الحمل إن إحنا نركز قوي في كمية الأكل ونوع الأكل اللي ناكلها.